افتتح سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات منشأة شركة دي اس في في منطقة البحرين اللوجستية بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك والسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات قال لدينا في مملكة البحرين هدفا استراتيجيا يتمثل في تعزيز مكانة البحرين كمركز بحري ولوجستي رائد وذلك من خلال ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مستمر. من جانبه قال السيد الياس منعم المدير التنفيذي ونائب الرئيس للحلول والطرق لدى دي اس في لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر البحرين سوقا تشغيليا متناميا وهاما لشركة دي اس في في الشرق الأوسط، كما وتعتبر بنيتها التحتية المتقدمة والموقع الجغرافي المناسب من العوامل الرئيسية التي شجعتنا على اتخاذ قرارنا بتوسيع أعمالنا في المملكة. هذا وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السيد خالد حميدان توفر البحرين أفضل كلفة تشغيلية تنافسية لشركات الخدمات اللوجستية مع خدمات ربط لوجستية يمكن الاعتماد عليها عن طريق الجو والبر والبحر. وتعتبر شركة دي اس في ثالث أكبر شركة شحن عالمية والرائدة في الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تم افتتاح المنشأة بسعة 14,000 متر مربع، وهو من شأنه أن يساهم في تعزيز إمكانياتها في مجال التخزين بمملكة البحرين. وتمثل البحرين سوقا مهما بالنسبة لشركة دي اس في باعتبارها سوقا مزدهرا، حيث أشار تقرير صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أن الناتج المحلي والإجمالي لمملكة البحرين نما في الربع الثاني من 2022 بنسبة 6.9% بالأسعار الحقيقية و 22.8% بالأسعار الإسمية. بلا شك ان اليوم احنا سعداء بالمشاركه في حفل تدشين مقر الرئيسي لشركه دي اس في في منطقه البحرين اللوجستيه، وهذا يدل على شيء، فانما يدل على اختيار مملكه البحرين كمركز اقليمي متميز ورائد في مجال الخدمات اللوجستيه، وهذا ايضا يصب في تطلعاتنا ناحيه تنفيذ الخطه الاستراتيجيه الموضوعه لهذا القطاع وتنمية هذا القطاع ليصبح رافد أساسي في التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. وأيضا يؤكد مرة ثانية أن البحرين من أوائل الدول التي تستخدم كمنصة لانطلاق عمليات الشحن ومركز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط. أيضا مثل هذه التوسعة لا شك أنها تتيح الفرصة أيضا للمواطنين وفرص العمل، وأيضا ترتقي بالخدمات اللوجستية المتقدمة في مملكة البحرين، والشركة شركة رائدة في هذا المجال، ونحن نبارك لهم هذا التوسعة، وأيضا على تم الاستعداد للعمل معهم وتوفير كل المستلزمات لتيسير أعمالهم واستثماراتهم في مملكة البحرين.